الله يرحم السادات. يعني فعلا واحد من أعظم من أنجبت مصر، أيامه كلها مليئة بالدروس، لأن في البداية الناس خدت الأمور باستخفاف وبيأس وبقلق وبانكسار، ولكن مع تتالي القرارات وتتالي المواقف وتتالي الانتصارات قدر يعني يزرع في نفوس المصريين قيمة هائلة جدا. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر. هذه ليست يعني كلمة جميلة قوي، يعني بتتقال في أغنية، بتتقال في إعلان، ولكنها حقيقة. 6 أكتوبر دي حاجة ملهمة جدا يا أستاذ إبراهيم فعلا.